الدنيا مش دوني بعافية والعزومات. الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدي كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. أنا ما صدقتش نفسي لما شفتك برة في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي. سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعتي كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة هنا يلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا ملط، امبارح شوق والنهاردة رمانة. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة، غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهولي من نمنع. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصد ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزة زحة من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون فندينا. عايزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاعه. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليله العمر. عايزك تعزمني كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير،
طب والمعلم هلله؟ معلم هلله ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم، كأنهم ما اتولدوش من أساسه. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني قوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها؟ انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تتزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ايه هي؟ يا مين يا مت؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمتون، انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبي. ايه ده، انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطرة. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة منهوشة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريم يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بحدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عاملة زي الحجر يا ست نطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه، كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس.
الله حي عنتوش منتوش تربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي خدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقولك ده وكحة؟ بقولك رقاصة ومعرفش يختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خامس اني قلت لك حاجه ولا ابو سنه ديني لعشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وقريب قوي هتسمع السمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوب يا معلم. يعني يا معلم هلا انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وده كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. نفر مننا برضو أخل. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 الحسبه بقتش كده، اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح،
نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خير؟ الله، ايه دخل عيشه في ام الخير؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخير، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خلك اسد ولا معلوم اسد عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي ايه يا فندينا رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النور. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 مطرح مطروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خلاص انت على طول نطيت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك أساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسة في كف واحد يا عيون شوق. والنسوان زي ما انت عارف غلبة وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزة حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك ربي. انا مش عارف لي انا توت مني كرب. صراحة يا ست مطر انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لنا حكاية الفلوس دي نتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسأليني أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني الفلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بقوانا يا جميل. يلا يا اختي. يلا قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشه قدام الناس ويقول لي شلبي بيشيل الزباله دي من هنا؟ انا زبالة يا بيزا؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانة اه رمانة اه رمانة اه رمانة ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانة اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلع عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيل. عينيا. حاضر يا ابله حاضر. خدي
بالشفا يا قلبتي. ودي اللي اوريكي خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننت؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، ويطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري وحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجه، انت بتدفع ثمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومعاليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح. عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتضمش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وعك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل ده البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش هاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، دي مش قدها. وانا احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضه غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق
في بقين عايزك تسمعيهم عشان نحب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمة. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئة وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينة، تبقى خطتي عتبة قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بايديك يا رمانة. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت عودي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام اخده وعطى. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحدة ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعة كده. ربنا يكفيك شر كسرة القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خلاني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمانة. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوة دي كلها؟ تلمي يا بيت. والنبي قمر وقشطة، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بنت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومة كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى طبنا الى الله. انا بسأل بس يعني. عادي يعني، هي الحكومة دي بتدفع حاجة. اسمعي يا سوريا، احنا ولاية زي بعض وغلابة، وتيكي شايفة عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجة، وانت عارفة انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميلة. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجة تعمليها؟ طبعا، ودي عايزة كلام، أمور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كم يعني؟ السلام عليكم. خميس الدنيا. الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستهلوا بيا وكمان مستصغرني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا، شفت عفريت؟ انصرف. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعال بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايا شو؟ وانا كل ما افتح باب هلاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. اتوقع وش ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اطلع على نفسي. والنبي ابصني كده احسن اكون بحلم. ما تلم الدور يا بنت، لم الدور وشويه الكلام ده. أنا قلت كده. ولأمي؟ معرفش، دي بيسأل الحاجة. فسحة سكة يا بنت، فسحة يا بنت سكة. يا عم أنا في الصحة أهو. فسحة يا بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي إلا دي فسحة. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا.
اللي كان كسر دي بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني كمان مستصغريني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي انت يا استاذ بدران ما بتتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير مالك حقي. مالك اهدي تعال شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي بس دي غير البنات دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري اصلها حبل اللي قلتي سقطها. اه لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم فره واحده. هو انت ما جيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران الحقني. هات ارجع على المكتب ما تنساش تجيب البطاطاية بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل. هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يقابل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حملة الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه؟ انا اسف يا سربيه بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معايا استاذ عايز يخمر شويه. يلا العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال بص لقدام احنا لسه في الاول برضو احنا شارعين للمكسب. وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. الهي يحرسك الهي يرزقك كمان وكمان. بركه فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ودي المحبه بينا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو بس ما تخمرهاش زيادة خلاص كفاية كده. توجيهاتك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبته لنا المصحة عشان يتعالج. كان كويس قوي في الأول وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس معناه كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش رفضت. صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعه وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج.
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك كنت اتفق معاك مش كده؟ شادي تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه هنوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوت. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟